حيث استطاعت الذيبة انتزاع هذا المكان المميز، وبالتالي جاءت بشعار سعيد بن راشد بن حبيبة ليتفوق على جميع الشعارات وليتسيد ذلك الشوط المميز. ننتظر من مخرجنا، ما زلنا في الانتظار، التوقيت الزمني للحظة وصول الذيبة إلى خط النهاية ولحظة إعلانها. سيدة لذلك الشوط الماضي. إذا مشاهدينا الكرام، إلى أن يأتي التوقيت الزمني للشوط الرئيسي وللذيبة، أحيل الميكروفون للزميل حمد بن محمد الزعبي ليتواصل معكم بالتعليق على هذا الشوط الرئيسي للثنايا القعدان وانطلاقته المميزة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا لسعد العتيبي. أيها الإخوة، نتواصل في هذه الانطلاقات وفي هذه الفترة الصباحية وفي هذا اليوم الأول من المرحلة الثانية من عمر هذا المحلي الثاني، وفي هذا الميدان أيها الإخوة، ميدان الستة كيلومتر وميدان الخمسة كيلومتر، ونبدأ مع مقدمة هذا الشوط ونتعرف على الشوط الأول الرئيسي أيها الإخوة للثنايا القعدان ضمن أشواطنا العامة. نبدأ مع المركز الأول، ظبيان يحتل المركز الأول أيها الإخوة لحمد بن سالم بن لفجح المري، هو من يحتل المركز الأول. نتعرف وإياكم على اللي يحتل المركز الثاني، باذل هو من يحتل المركز الثاني لعبد الهادي بن محسن الشهواني، هو من يبذل هذا الجهد في هذا الميدان إنما هنا في المركز الثالث. ومن يحتل المركز الثالث يصلنا صبر لعبد الهادي بن عوجان الهاجري، هو من يحتل المركز الثاني وهنا في المركز الرابع. المركز الرابع، نعم، عبد الهادي بن عوجان الهاجري مع صبر في المركز الثالث. المركز الرابع يصلنا هنا مدهش لسليمان بن رويشد الجني، هو من يحتل المركز الرابع. نتعرف على المركز الخامس، المركز الخامس المتحد لظاهر بن حارب المهيري، هو من يحتل خامس المراكز. هكذا نداءنا مشاهدينا الكرام أيها الإخوة أينما كنتم، نتواصل وتتواصل هذه الشعارات وهذه المنافسات في هذا الميدان الحديث. الله، نعود إلى مقدمة هذا الشوط. ابن لفجح يتسيد على الموقع، هنا حمد بن سالم بن لفجح المري مع ظبيان، ظبيان وثلاثة كيلومتر على النهاية، وظبيان هو من يقود المسار، بينما هنا في المركز الثاني صبر، صبر لعبد الهادي بن عوجان الهجري، أراه يغير في هذه اللحظات ويتسلل لحظة بلحظة إلى مقدمة هذا الشوط، بينما هنا أيضا في المركز الثالث مدهش سليمان بن رويشد الجهني، يبي له متابعة دقيقة الجهني مشاهدينا الكرام، إنما هنا في المركز الرابع اللي غير إلى ثالث المراكز في هذه اللحظات يصن المتحد لظاهر بن حارب المهيري، كذلك أيضا ضيف أيضا لهذا الميدان. نتابع هنا المركز الرابع، يتراجع هنا شعار حمد بن سالم بن لفجح مع ظبيان، والمركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا الكرام يتراجع أيضا باذل لعبد الهادي بن محسن الشهواني، هو من يحتل المركز الخامس. هكذا نتيجتنا الثانية مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز الأولى. يا سلام، الله الله الله، نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط. الصدارة أيها الإخوة مع الجهني سليمان بن رويشد الجهني مع مدهش، مدهش هو من يسيطر السيطرة التامة على صدارة هذا الشوط، ولكن هناك كلام ثاني من صبر المملوك لعبد الهادي بن عوجان الهاجري. صبرك يا صبرك أيضا يا الجهني، الصبر جميل والصبر من ذهب، إنما هنا في المركز الثالث ومن يحتل المركز الثالث المتحد لظاهر بن حارب المهيري، هو من يحتل المركز الثالث. ظبيان لحمد بن سالم بن لفجح البري في المركز الرابع،
ايضا يغير هنا مشاهدينا الكرام، والملاحقه من النمر لبطشان بن صالح اليامي يتدخل في هذه اللحظات بسرعه فائقه ويتقدم الى رابع المراكز. وهكذا نيدان الثالث مشاهدينا الكرام، ونعود الى مدهش. مدهش مشاهدينا الكرام، ايضا مدهش، ايضا نعطيكم معلومه عن مدهش. هو صاحب هذا الشوط في المحلي الاول، هو صاحب الشوط الاول الرئيسي في المحلي الاول مشاهدينا الكرام. الله الله، يعني مشاهدينا الكرام الشوط مو بسهل، الشوط صعب يا جماعه، انما هنا صبر، صبر يحتل المركز الثاني. تعود ملكيته لعبد الهادي بن عوجان الهاجري، هو من يحتل المركز الثاني. المركز الثالث يصل للمتحدي ظاهر بن حارب المهيري 1500 متر يا المهيري. بطشان اليامي يتسلل هنا في المركز الرابع، ولكن هناك ايضا يا جماعه، يا جماعه خلونا نشوف المركز الخامس، المركز الخامس ومن يحتل المركز الخامس. يصلنا برزان محمد بن طالب بن اهليه للمري، يا سلام. مدهش مشاهدينا الكرام، مدهش بادائه، مدهش بعروضه المميزه. 1200 متر يا جماعه، 1200 متر اخيره. الله، الجهني سيطر، الجهني ذهب للناموس. سليمان بن حمد برويش او سليمان برويشد، الجهني يسيطر مشاهدينا الكرام مع مدهش في هذه الانطلاقة وفي هذا الشوط الأول الرئيسي. والكيلو واللي ما بعده إلا الناموس، الكيلو واللي ما بعده إلا الفوز. يا سلام الله، مدهش مشاهدينا الكرام، مدهش أيها الإخوة بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر، هو من يسيطر أيها الإخوة، وهو من ينطلق بهذه السرعة الفائقة. مدهش تعود ملكية لسليمان برويشد الجني، يا سلام. الله الله، يعيد ذكرياته ويعيد ناموسه أيها الإخوة هنا في هذا الميدان. ما شاء الله تبارك الله، خلاص خلاص. مدهش مشاهدينا الكرام أيها الإخوة الكرام يندفع ويحتل المركز الأول بقوة وبجدارة أيها الإخوة الكرام. أيضا نزف الثانية ونحملها على ظهر مدهش لسليمان برويشد الجني على فوزه بالشوط الأول الرئيسي في هذا المحلي الثاني وفي مرحلته الثانية. أيها الإخوة الكرام، أيضا يعيد هذه النقطة مرة أخرى في هذا الموسم، نقطة ثانية لهذا الشعار ولهذا أيضا المشارك مدهش في هذا الشوط. أيها الإخوة، نزف التهنئة مرة أخرى لسليمان برويشد الجني على فوز مدهش وتحقيقه بناموس هذا الشوط. الله 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 مشاهدينا الكرام، إذا مرة أخرى نزف الثانية لسليمان بن رويشد الجني على فوزه بالشوط الأول الرئيسي للثنايا القعدان ضمن أشواطنا العامة. المركز الثاني يصلنا شعار بطشان اليامي مع النمر بطشان بن صالح اليامي. المركز الثالث يصل في المركز الثالث صبر لعبد الهادي بن عوجان الهاجري. المركز الرابع يصل الهزاز لفهد بن موسى العتيبي. المركز الخامس يصل في المركز الخامس المتحد لظاهر بن حارب المهيري. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، شاهدنا وإياكم نتيجة هذا الشوط الأول الرئيسي للثنايا القعدان، وذهب هذا الناموس من نصيب مدهش المملوك لسليمان برويشد الجني. ولحظات وصوله إلى خط النهاية، قاطع المسافة في زمن مقداره 8 دقائق. ثمان دقائق سبع ثواني، 4 أجزاء من الثانية. الثانية مرة أخرى نزفها لسليمان برويشد الجني على فوزه بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي. المركز الثاني